بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، سؤال هذا من قبل الغياب وخلصوني من المحاضره، اي نوكل يا شيخ محمود شبلي يا شيخ عبد القادر الرابع، مرضها روح الكفر منها إذا قرآك كريمك وحانا إلى أقرم يا عبد الرحمن محمد أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خير الجزاء إلى سبحانه وتعالى إلى رسول أخي، ولكن الله نبو أرفع هذا المحيان إذن حسوسية محاضراتك وحي شيخ محمود شبلي محاضرة دي سوحة يتغي كريسماس كأي الإسلام كأقب سيدوك الشيخ عبد القادر بواب إذا نوحة يتغي سنة كعصوب إيا شرعي كأقب إيتا نوبودة قريب محاضرة محام كسو دوين يا ولكي نجيب عدبي وحي الفافاهي نغسين دونا علمات المسؤول دوين دونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. دفدي ورا الرياض معظم بإذن الله سبحانه وتعالى يوسف ناطم ربي يكون كأوراق مغلوق السميع وحوض ومعض قد توهيني سبحانه وتعالى يا مغفر المدرسة بالله رحمه تعالى عيما مصبغ محمد كينا صلوات ربي وسلامه عليه مبتدع سلم جديدا بابد العمد انت اكدي برا ريال محمد اكبر معذين ربي جل وعلا كدي بمحد غدين هنا علمان هنا الشيخ محمود شبلي وشيخ عبد الرادي بابي ويريد يبعد يا رمع عن اللقاء الجيبي سيدوك روحان محد غدين هنا ولا لها حفلتك سوق القلي ورقا لها ودمك له وما سنتي يوان على يال سيدة وكالة وحن سيكود بقوم هذا علينا منظمة الإحسان ويسيقى رحانت ودد الإيبانت وفرح كأه منظمة برنامج كان روح ضبادن سيوة الجيرة من وسو دياني وحن سيقى رحانت أمام ودد الإيبانت أيقوم هذا علينا أمام سعدي ومهد oo ahrunti hooyadeena hooyada wadada liibanta maalinkii la aasaasay iyo bilaabay maalinta garab taagnay hiil iyo hoo talaabo fasaale inta wali garab taagnay haddirtaan la nala shaqaynaysa maamadu aad baan u mahadcelinayna intaas kadib wadajir usoo dhaweynayna culimadeena oo muxaadaraadkii ay nagu qoomnayeen noo gudigalayaan baarakallahu fiikum. waxyar aan daawano muqaal yar ay soo diyaariyeen ulalaha wadada liban sanan iyagana inay nala daawadaan waana bilaabanayna. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ألو ينجل وعلى عليه ولا ليال كو ربي رسولي حق رميييو حكي لنين يهود يا نصارى حكتو يقعل يا ورال يا قرب حكي لنين قاركود قارك كلب قرب يقعل ويجين قفكي قرب يقعل كيشة يقو كمديح ألو ينجل وعلى مهنونيو قوم ظالمين أح وحد قد بيال أح وقرد دروا ليالها إلهي سبحانه وتعالى مهنونيو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. ابن عمر رحمه كوري نبيك إنه يري نبيك صلى الله عليه وسلم قفك قوم كالسكو إكيسيا إيهو كمديهي. فيقول رب العزة جل في علاه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لو محمدوا على شريعة من الأمر شريعة دشد أيانك يالي منهج عد أو واضح دشيس أيانك يالي وأمر كأن كمدة فاتبعها شريعة أسرع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هالراع انت وحما قرتدا جهالة يا كفارة يا ملحدين تا نفترض وحا اي جعشها اي هودو ذنها الراعن ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ رسولك صلى الله عليه وسلم حيي واحد راعي دونتان كويدين كهري منهج كوذا لقم مضوذا عادات كوذا واحدنا الراعي دونتان تاكو تاكو يادو دون دون حتى هذي مران قد كضبقة وبهل أمه حيوان ويرا اك مسلوق اللي ذا برسيانا اهين واتكدب الراعي دونتان ماشي مرين بعد مري دونتان ولو قد كهبا اهادين. مركز السحابة يحيكويرين رسولك اللهم يهودي نصارى. مركز رسولك صلى الله عليه وسلم لهاي يا كلم يهودي نصارى راعي دونتان. مركز ولا ليال دتك الراعي دونة ما اهان دتكو ايدل سيدا وكسو صار الباني في سلسلتي وأشرار الناس ذاتك قوة وشرك بضنوية. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله تبارك وتعالى وحوليه يهود يا نصارى كارا لنقول ما يان إلا أدرع دين تودا إلهي هنونك سيقا أمباء هنونك صحراء ولئن اتبعت أهواءهم هدي أدرع ذوها وذودا علم الآن عقل الآن النقل الآن بعدما جاءك من العلم ملكو كوي مت علمك إلهي حقيسا كان مصرنا للمت واللي يومته ليتون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق كأن يهنئهم بأعيادهم أو بصومهم فيقول مثلا: عيدكم مبارك. ولا ليال ابن القيم رحمه الله تعالى وحكوليه كتاب كيسا أحكام أهل الذمة إن اسكوهم بديئيو شعائر تقالدا وأيك خصيصو وحرام
ساس أي علماء إسكو اتفاقين إنه قفك أوهم بليئيو قال هذا صوم كودا أما عيدو ذا إنه كودها عيدكم مبارك أما أوهم بليئيو سنة كعصب أما كريسمس وحيدان. قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى وعلي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ذاتك وحاكم ذاكو إبسانية لهو الحديث هذا الكمتكي صلى الله عليه وسلم oo lagu mashquulo oo lagaga mashquulo xaq lagaga mashquulo xuska alla lagaga mashquulo waajibaadkii alla lagaga mashquulo kitaabka quraanka ah dhageysigiisa iyo xifdigiisa iyo fahankiisa lagaga mashquulo liyudilla an sabilillah inu lumiya daraadeed wadada ilaahay uu dadka ku lumiyo daraadeed بغير علم العلم الآن حالد وكسوغنيه ويتخذها هزوا وحنا كيالنا يا الله سبحانه وتعالى وددس جس جس بكيالنا يا بري الله سبحانه وتعالى أولئك كوا لهم عذاب مهين وحا أصغنا ذي عذاب دلية وإهانية بأصغنا ذي بري الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى آيداً آيدي كهرّيي وحو كقصوها اللي حال السعداء ذاتك السعداء ذا الدنيا آخرة كل باني حال الضوضب وقصوها اللي وحونا كتل ما مئين يهين كوا كهنون كتابك إله انتفاع سدنا قرآنك الله سبحانه وتعالى لقيس بيس الله سبحانه وتعالى وحو كعطفي كوا مركو كصوها اللي كدب كنحجيي ذاتك أشقياء ذا الأشقياء كوا الدنيا آخرة دول درصدي هو جاي الدنيا آخرة بقصاري وحنا كتل ما ما إنا يهين كوا كجي السدي إنا كوا انتفاعان ليسي كلامك الله سبحانه وتعالى ونا جي السي محايه دي ليسي حيصها إيا كبنك إيا موزيقا وجي السبو كتل ما ما الله سبحانه وتعالى آيادا القرآن كأه علماء وحي ليه لهو الحديث وحل جوذا وحول با وروح مشقولية كرم مشقولية الله سبحانه وتعالى واجبات كيسة يا قرآن كيسة يا دقيسة قرآنك يا وحول بو خير يا ذكر جا الله كم مشقولية وحل إلى لهو الحديث سلف كبرل قلنا وحي كف السر يا لهو الحديث إنه يهي الغناء سيدو كف السر عبد الله بن مسعود una ku dhaaran jiray u dhigi jiray allabaan ku dhaartay huwa alghinaa lahu alhadith ka ayada lagu sheegay waa heesta uu yiri sidoo kale heesta inay tahay oo ayadan laga wado heesta oo lahu alhadith heesta laga wado waxa ku fasiray abdullah ibn mas'ud jabir ikrama sa'd ibn jubayr sa'id ibn jubayr wa mujahid wa makhul wa hasan albasri culumada aadka u badan ee salafka dhamaantood waxay ku fasireen lahu alhadith inu alghinaa yahay idan marka xibati fillah dadka heesaha iibsada waa dadku ruuxna waa ruux iibsaday oo heesihi iyo bandhig fanaadadii shawgi la qabanayay lacag ku galay uu iibsaday ruuxa inta tigid u goosta gala lacagtu ku gaday meel xaaraan buu galiyay heys buuna iibsaday lacagta allah subhanahu wa ta'ala al-rabb mal khayr in lagu bixiyo wuxuu ku bixiyay meel xun oo heesihi buu iibsaday sidoo kale ruuxa dukaamada dhigta ee maxay ahayday ka ganacsada iyadana waa xaaraan oo heesihi buu iibiyey wuxuuna u iibinayaa liyudilla can sabiilillah inuu ka dhumiyo dadka wadadii alla subxaanahu watacaala marka axibati fillah dadka maxay ahayday ka qayb qaadanaya heesa fanaaniinta dadka tigidyada u goosanaya dadka cajaladahooda gadaya dadka youtube-yada gelinaya lacagta ka hela intaba way dambaabeen wayna dambaabayaan idan waxaan leeyahay walaalkay muslimka ah iyo walaashayda muslimada ah ha ka mid noqonina kuwa ku lug yeesha heesaha ka lug yeesha bal allah subxaanahu wa tacaala xadiid waxaa jira xoojinaya aayadan
من حديث أبي أمامة الباهلي إمام الترمذي إمام ابن ماجنة إسو صارين حديث كان حديث صح حسنة سيدو إمام الباني ومحايه دي وشاقي رحمه الله رحمة واسعة ركا حبتي في الله وحن رجينا يا إلينا لقيا لنن هيسها يا كبنضة يا موزقة وأنا كفو قانا محايا لدتك هيسها هيسا يا كوة كقنع صدا وحي فافنا يان محايا دي وحي هايان وددي الشيطانك بي هايان وحي إيبنا يان أي دتك أي كقذا يان وحوي يان وحي القرآن كي ذكرك على اللوغة مشغول لها وركا وحان لا يهيا لتقن الشوية اللقبان يا سند كعصب محايا هذي يا تيك اللوغو صلي هاسه هذا يا الله فافنا كوة دوبايا يا كوة قليا يا كوة قذايا يا كوة هاسيا وحان لنا الله سبحانه وتعالى كعبصر إن عقابته هاسا يا ذكتها وحاتكو قرانيسا waxaa jira hadiis sahih ah oo nabiga ka sugan oo nabiga sheegay salaatullaahi wa salaamu alayhi in dadka heesa oo kabanada iyo macaazifta iyo muusiga markay bataan maxay heeday qiyaamaha calaamadkade kamid tahay in dadka qaar loo bedeli doono suuradooda suurad kale oo suuradi bila aadanka laga bedeli doono oo daanyeero iyo doofaaro loo bedeli doono hadiis baa ku sugan marka aan ka digtoonaano qala sheekhu القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى الغناء باطل والباطل في النار شيخ قاسم ابن محمد ولا يلوحو يري هاسه وباطل باطل كان وحو هذا النار مركب ولا ليال اكيد بتونانو دقيسي هاسها سيان قبض بادنا النار ايذه ايو احاديثتي اينو اخرين ولا لها waxay tilmaamayaan halka ay diinteenu gaarsiisay ama sida ay u fogaysay diinteena u dabaaldegida ciidaha gaalada iyo heesaha waxaan isku dardaarmaynaa inaan ka digtoonaano inaan u dabaaldegno ciidaha ay diinteenu fogaysay iyo heesahaas waxaan sidoo kale isku dardaarmaynaa inaynan weynayn ama ka qayb gelin sanadka cusub oo lagu faafiyo fisqi iyo heeso waadna mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan hadda kusoo dhawa waxaan mudogelaynaa muxaadaradeena waxaana noogu horeeya fadiilatu sheekh cabdulqaadir roobe oo الله المسيح المهدى الله مود له إدبر وحضر دي سنة حياتي سنة كعصوب يوحى عيدين تكتغطر محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا قيبتي صهرة وقصة بسن قواعد قود بانت المامي دونا haddii allah u oggolay ogolaadana labada qayboodba waxaa isku darsan doonaa sheekh maxamuud nabigeenna salallahu calayhi wasalam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bashariyada uu ka doortay waxa uu doortayna ay ahayd muhiimadda iyo xilka loo dhiibay inuu bashariyada mugdiga uu ka saaro iftiinka iyo nuurkana uu u saaro رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أيا عالم من أعلام النبوة ونوب بيامي ومضى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه غيب كمده إن راعي دونان ودوين كيدتك إنك إنك هريه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن حنبير الوحد راع راعي دونتان وحد كوبين دونتان وكرن بالقاضن دونتان wadooyinkii iyo dariiqyadii ay jeexeen dadkii idinka idinka horeeyey xataa hadday
gudman sacagalay ambaasha dalbada la yidhaahdo godkeeda ay galaan waad ka dabagelaysaa. Macnaha waxa lagaga daynayaa faa'iido maaha. Waxay saxaabadu weydiiyeen, ma yuhuud iyo nasaaraanu ku dayanaynaa? Yaa kale buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam. Waxyaabaha waxyiga nebigu uu bayaamiyey waxaa ka mid ah wuxuu yidhi xataa low ana axadahum jaamaca ummahu bidariiqi la facaltumuu, xataa ummadaha kale haddii laga helo ruux hooyadii intuu wax u doontay dariiqa ugu tegay, ummaddanna waa laga helayaa. Waa hooyadii, waa xaaraan, waa sino, qarsoodi maahe, waa dariiq. mid sidaas sameeyey hadduu ku jiro ummaddanna waa laga helayaa. Xaakim iyo Dabraani baa warinaya waa riwaayo saxiixa. Maqaasidda shareecadeenna waxaa ka mid ah tamyiisu lumma can kayriha, ummaddan muxamediyadaha in ummadaha kale laga sooco. Waxay kaga soocan tahay waa manhajka, waxay kaga soocan tahay waa dhaqanka, waxay kaga soocan tahay waa akhlaaqda, waxay kaga soocan tahay qaab cibaadeedka ay u cibaadaysanayso iyo sida Ilaahay ay ula xiriirayso iyo waddada ay u marayso. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay summa jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fattabicha walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun. Ayad hadda aynu akhriyayeen insha allahu tacaala waxay Ilaahay leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هو إلى لنا كو ظلم السمي ظلم الله إلا قال أنا وحبوا إن حقوق ذا إله يعدك للولا قيبي قال لي ما ذنبك وين مجر أمر كان نار أيد تابته إذ المسقنا من ألس قدي سعيد إذن هيلسا أو تلدين ماموشا oo hiil iyo hoo iyo gallad iyo gacan aad ka heshaan. Alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kadibna marka aan laydiin gargaarin, shareecadu waxay ka hortagtay in si indhala-aana ummadaha aan ugu dayano uga dhimbiil qaadan. Imaamu Axmed iyo Qaydki waxay warinayaan Dabraani fi Sagiir ibn Abi Shayba fi Lmusannaf, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, qofkii qolo shabaha isu ekaysiiya iyaga ka dhimbiil qaata iyagu ka mid yahay safkooda lagu tiriyo. Yaa jeclaan lahaa maanta haddii la yidhaahdo muuqaalka qiyaame ama maxkamadda cadilka Ilaahay uu garsooraha uu ka yahay ayaa waxaa lagula soo shirinayaa Fircoon? Qof raalli ka noqdaa miyuu jiraa? Maya. Ka waran si dadban hadduu kugu yimaado oo aad ku dayato oo aad ka dhimbiil qaadato oo aad jeclaato oo maxabadii qalbiga ay u gudubto. Wuxuu nabigeenu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh, laysa minna man tashabbaha bigayrina, naga mid maaha ruuxii annaga muslimiinta noo ekaysiiya ummadaha kale annaga noo ekaysiiya. laa tashabbahu bilyahuudi walaa binasaaraa, yahuud iyo nasaara midna hanu u shabihina, isma shabahno, dhaqan ma wadaagno, ilaahay sida loo caabudayo isku jid uma marno. Saa darteed hanoo ekaysiinina buu nebigu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayh. Fariin baa nebi maxamed uu adiga iyo aniga iyo intaynala mida gaadhsiinaya wuxuu leeyahay yahuud iyo nasaara hanagu shabihina. طيب محايلة فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع تشبه أي قال إن ليسوا كيس يوحفوا ما يهود صلاة يدوا محاي وفرحا إن ليسوا سلام أنا زي صلاة قال يرد سيدة صانع ربها سورة ليسوا تكسوما. طيب wuxuu leeyahay nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh, nasaarada salaanteeduna waxaa weeye al-ishaaratu bilkaf, waa gacan laysu taago.
هذي جعان لتاعي أو عن صلاني الصوت للرعين شرعي بودي ذي كورن سيدا واسيد هذا صوت صباح تمها عرضا عين الدور يمر قنبي قلت المامي وحول غير الشيبة ولا تشبه باليهود والنصارى عرضا الدورية يهود يا نصارى نهشبهنا ونبي كل صلاة الله وسلام عليه كبه يخوفك إن لقوت كذا مركي ونبي كان يوحولي كبه إن يخوفك إن قوت كذا يهود كما تكتير حتى عبادات كيبان لك الصوعي وحا نبي صلاة الله وسلام عليه يصون كينا يصون كأهل كتابك وحا كالصاريا على صاريا سحورتا عونتان كسحورتا قد يضربا شريعة الوحي تلمانتا إن بلنا عيك هذا شاء يعني النهي عن موالاة الكفار قال ذي اللي حكتيستو إن لمضى يضو إن لقد من قاتو إن لتشعل هذا إن هيل يهو يعني مركز السيو آيات كي هذا ولروا إنو أخريين قيبك من إلهي حليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عيده ذا إن الحاضرة شمعون قيدا بيوحد ما كبه الجود عيده ذا إن الحاضرة قارها اسم الله الرحيم عيده بسلام كبه دولة شكرا بالدمية وعلى الأسرع عيده ذا إلهي حليه سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما مؤمنين عباد الرحمن مركي لأماني سو عباد الرحمن بوذ الدورين إن لو كانوا نقول عباد الرحمن كو إلهي وصف إذا يتلماما وكوصف فيني إلهي حليه وكو الزور كأن حاضرين ميلها قوبها اللقو يلقوها ما لا يعنينا كما وسخوباني أيغو الشرف لي مريان أيغو الشرف لي مريان معناه هو يقوب عن يعني آخر دودة يوح إلهي الرالي قلنا يا أن لقو حينين كما مشغولان وقت لكم بحياة سلف قار قدوا مركا يا أيضا فسير إيه الله بن عباس بقول لي الزور هي عياد الكفار وعيدها قالها مجاهد بأسدنا سيدة سوكرة العليا وعياد المشركين إن به فلا يشاركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في شرعهم وقبلتهم نصارضوا حليهن عيد يهودنا وحليهن عيدوا قريليهن عيده ذا اللمو ذا قليو روح مسلمة سيدا الشرعي ذا إيا قبلته ذا آن أولو ذا قليو كان يصدق في هذا يوم يعني مركز لو عبادة ذا اللمو ذا قليا مجرى وفي كان يصدق اللمو ذا قليا مجرى هدام برسيس قليل هدي برسيس يلا فوق قلبها لغاية عبائن لغاية صوما اللي وسلو وسونه هذا بروسس جيل مركا كنيسة عيد آديسة عبادة ذي الروح لو وداعي يا متشر سيد عن قبلة ذي الأول وداعي أين نعيده ذي الأول وداعين سادرت ملحس معالم تود كم وقطع يو شعار كأيسوي قانين يستانه قف كمسلم كع إذن يرضى أه إيمان تنول يعني وضعي كان كنولي إنه كرده يراضو أيال الدنيا دين تيسو سيء وقبت بادنا يعني أقادو مسائل كعلمي أهان وقادو
أنا إلهي سبحانه وتعالى أكثي سهلو تركو دعوين إله مقرنين أرنقا مقرنين الله إمشير وفوا فريري كرا وواتشيري كرا حدود إلهي ودردري كرا لكن دردري داسي أما وإن أنا علمي إياقون تيدي لحين أما وإنو يهيقف بريري قفتا بريري مركا واكدن بوين يهي روح جاهل كامركا واكدن بوين يهي إن شاء الله تعالى وحان أبنين يا موضوع شو محمود فضل أدعو ما سنة الشيخ جزاك الله خير إلى سبحانه وتعالى ميزان حسنات كوسارو سلوا إلى سمو محوهاي نوش الرحي هذا لما نسلوا إلى فضيلة الشيخ محمود شيخ محمود محمد شبل فليتفضل مشكورا ماجورا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا خير كان وافرت يا خير كان الله يعلمكم بيه وحافر يا مناصبة وحيال ربه إلى هايتي سبدا برنامج كوابا يسود يا ريان إيو أحاديثي أحكام دي شعب القادر الواخرية وإنت يا ربنا حيث أول مسألة ما قد رأيها قيب أنا لو كم إلى وقت إلى سؤال يدوه عبادته أنا رأيي عبادة وحيابا عن الله رأيي أنا لقيم كذي وحيابا شبه حرير الله إيه مدى حديثي غير واقعي الشيخ أي وراب يا أخي سألك وبادي عن روانات الموحي وكفى إلي سمي دينتني أصر بإذا وحي الله سودة جيه ونمح عليه الصلاة والسلام من وقياني وكتاب يسنه إياه والراحيطان كمدام سيلاه يقولواني يا محا حاران محا حلاو محا حم محا ونكسن وحي الله نوشينا لسو الدرسية مناصرة هاي مادنا إياه الميزان اللي قلنا قطوة دي بلوه الله عبطا تاسسي قلوب الشريعة هذه الوقتين شيخ يراد ويكون العيال أتتبعون سنة من كان قبل نبي عليه الصلاة والسلام من بلد ويهوب الرجال ولي الرجالي دين تلنا وحوالا قصودا أحكام الشريعة لأنونا قول الله اقتمام دوانا فافعي دوانا أحكام تي حمل كالا صماني إنه أصل الله إنه إنا واحد دين يشاري الله لو لا قيمة بقير صماء وهي العبادة أصل قول الله إلا هو عبده إلا هو دواني دين دواني ولا شرطي أما يدي مرة عوضي أما خطك يمال العيد قاعدة يقير العيد بي شرطي وعس الله أبانا مكة صدرت بنا نبي عليه الصلاة والسلام وكي حديك عرباك كويري فإنه من يعيش منكم فخير اختلافا كثيرا قول إذا كمير إله إمري سبيري سيجي أسين ورادة طبعا حسوك لي إنه وكرا وكذا كنه قفكي وقتي أو من وجوي وقت البدر وكتب بيان ورادة خلاف الله مبارك دونا تحوال البدر مرق مدونا ددكي ووركا الدوان وكان جيد الشيبي مبارك دونا حتى مسلم كل حضر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أنا رسول الله إذا دايق إينا قصد طريق خرافة إذا وانا أكسر الدين تسير هذا ونقم إينا قصد والرع وحكمي رأوياكم ومحدثات الأمور سكير عالية وحياة بدعة قرارة كيرتا عبادات دين الله إلا أولا وانا يا ربي غير أنصر لكل عين دين تنام حضر الأحلى صلى الله عليه وسلم بلعظمكم وعرب رب الله أنبياء صادري طريق ويجدية دين الإيمان تواصل بيدات كيوه وسيادات داري أمر بحر عدد مدر كدب بقى وحكو داري طعم بالأوضي أنا رسالة يا فعنا الله قفي رادة قلق الرعدة سير قلبا إنه داريسي بعد طريق قيرا قبع إليه
intii saxdahayd waxaa ka badatay intii bugtaayada lagu daray. Dadkiina waxay aad u xiiseeyeen u raaceen oo shaydaankuna ku riixay wixii bugtaaya lagu soo daray bay dadkii aad u raaceen. Kadib waxaa laga tegay qaybo badan oo ka mid a wixii amyada laga dhaxlay, diimihii saasay ku baabi'i jireen iyadoo magacii wadata oo diintii magacadi haysata oo nabigii baan raacsannahay laleeyahay oo diintii baan ku taagannahay laleeyahay baa waxaa la haystaa uu ahaa wax gadaal looga daray. Taasuu nabigu looga digaya wuxuu wayaakum muxdathaatil umuur, iska ilaaliya waxaan idinka digaya waxaa gadaal diin la moodi doona ee lagaga soo dari doono. Faina kulli bidcatin dalaala, wax kastoo gadaal diin lagaga soo daro oo diin laga dhigo diintii cibaadada iyo aan kamid ahayn baadi wey dhammaanteed. Mar hadde nabigu ku yidhi waa baadi wax kastoo diinta aan ka mid ahayn oo lagu soo daro bidca ah. Mar hadde nabigu ku yidhi dhammaan waa baadi, ciddii ku tirada qayb baa fiican, waraan la qaadan ka dhigi sababa qiliya cududaan ha lahaado ama yuran lahaan. Laakiin adigu hadday sidaa qabteen qof yidhi qayb bidca fiican baa jirta, nabi maxamed yidhi bidco oo dhan baadi weeye ciddaad raaci waa taqaan warka saxanna kaama dheena. Faina kulla bidcatin dalaala, baadi haddii la raacan xaggee ku dambaysaa? Finnaari, baadidu janna ma geyso. Qof jidkii ka lumay baa tahay jidkii xaqii, haddii baadi weeye macnaheedu waxa weeye jidkii xaqa ahaay oo laga lumay wey, xaqii jidkiisii waa laga lumay, dee jidkii jannada ku geynaya waa ka luntay oo jidadkanaad raacday. Saa darteed mar waliba markay munaasabaad iyo masaa'il iyo cibaadaad ay yimaadaan waa inaan xasuusnaanaa asalku waa cibaado iyo diin, wixii nabi maxamed ka tegay wixiisaa kule sallallahu calayhi wasallam. Taas waa qod masalada koowaad aan rabay aadna looga hadlay inaan xasuusiyo. Waxaa nu soo celiyey kuwa xigeenka gol xaruta. Qodobka labaad aan rabay inaan tilmaamo kulamada la qabtee sanad buurooyinka, xafladaha sanadleh ee la qabto, maxaa xalaala maxaa xaaraan. Xidda Christmas tusaalkii mar bay timaadaa, tan Easterkuna mar bay timaadaa sanadka qaybihiisa hora, sanadka cusubna mar bay sanadkii timaadaa. Dhalashada dadku baadqii baa la sameeyaa sanadkii mar, iskuullada iyo madaskudug marka la xiraya jaamacadaha sanadkii xaflad xilitaan iyo qalinjabina la sameeyaa, sanad walbay soo laablaabataa. Munaasabadaha sanadlahii waa fara badan yihiin. Waddanku maalin baa la sanadka la dhigaa la xusaa, innaga waddanka hadda laba maalmood oo guud baa la xusaa, maalintii xorriyadda la qaatay iyo maalintii jamhuuriyadda la noqday ee kiya republica la noqotay. Soomaaliduna maalin bay xorowday, maalin ay midowday, waxyaaba badan bay xusaa. Sanad guurweyn baa la xusaa, qolyaa waxay xusaa ciidankuwaaliga dowladeed xukunka qabsadeen sida kuy labaatan iyo oktoobar soomaalida ay aqoon jirtay. Munaasabaad badan oo sanadlaha dhaca oo soo noqnoqda oo soo laablaabta oo mar walba la qabtaa, dadku waxay ku wareeraan marar badan laba munaasaba oo soo noqnoqotay bay marna maqlayaan tan waa xalaal oo marbay dhaqanaan tahay. Wadaadadii iyo culimmadu horboodayo dhex ordeeyay oo ka muuqdana way arkayaan. Mid labaadna waxaa la leeyahay ma bannaana oo lama qaban karo yaa la sameyn. Waxaan filayaa in kelimadayda masaladaas rabaa inagu muhiimsanaato ka qaacida ahaan waxa la tixraacayo inaan tilmaamo. Kulamada dadka ay qabsanayaan sanad guurooyinka ay dhiganayaan asalku inay raaxiya bannaan tahay weeye, haddaan sabab xaalatii nabaysa ay jirin. Sababaa keeni karo xaaraan ka dhigi kara, laakiin asalku iyo kulan sanad la qabsanayo iyo haddii xaflado loo dhiganayo iyo haddii sanad walba la isugu imaayo iyo munaasabad soo noqnoqota hadday noqonayso, asalku sharcigeennu waa ibaaxa inay bannaan tahay weeye haddii aanay jirin sabab xaaraantinimaysa.
sababaha xaraamtinimo aan dhowrka ugu muhiimsan ka tilmaamo marka waxaa xaraamtinimayn kara masalada aada looga hadlay oo ay tashabu in mid xaaraana loo ekeysiiyo in tashabuhiga loo ekeysiiyo xaaraanta waqtiga lagu beeray baa sabab noqon kara oo ekeysiinta keeni kara goobta lagu samaynayana way keeni kartaa u ekeysiinta qaabka loo dhigayo ee loo agaasimayana waa keeni kara marka laga soo tago culimmadu walaala iyo shadaqaadiba masuustii axaadiidii ay sheegeen ee gaalada ayaa weli laga dhigan oon laysu ekeysiinin saabt ibn daxaq saxaabiga radi allahu canhu waardaa ayaa wuxuu nabigeena ka wariyey sala allahu calayh wasalam nin baa jaahiliyadii islaamku markuu cusbaa nadar ku galay inuu meel buwaana la yidhaahdo geel ku qalo meel buwaana la yidhaahdo inuu geel ku qalo buu nadar ku galay isagoo nadarkii qaba iyo soo islaamay markaasoo rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey ninkani nadar buu galay isagoo jaahiliya nadarkana buwaana meel la yidhaahdo inuu geel ku qalo ahaa nadarkiisii ma fulinayaa mise waa xaaraan inuu fuliyo nabigu laba su-aalood buu dadka weydiiyey wuxuu yidhi buwaana meesha la yidhaahdo ma sanan baa ooli jiray sanamyadii gaalada ah wuxuu buwaana ku maagay baa la raadinayaa geel waa la qalaa laakiin dhulkii dhannaa buwaano maxaad kaga dooratay halkaasuu nabigu baadhayaa sala allahu calayh wasalam nin baa xoolo qalay wuu nadiray xooluu qalay dhibaato ma laha laakiin wuxuu nadarkii ku daray buwaano inuu ku qalo meesha la yidhaahdo marka sababta ka dambaysuu nabigu raadinayay intaanu su-aasha ka jawaabin haa iyo may uusan dhihin wuxuu yidhi ma sanam sanamyadii gaaladu caabudi jireen miyaa buwaano ooli jiray waxaa la yidhi maya sanam ooli jiro buwaana loo aadi jiray oo halkaa laga ka muuqan karto in sanamkaa saamayn qofkan ku lahaa markuu goobta dooranayay maya wuxuu ihi halkaana fiiha ciidu min acyaadihi ciidaha gaalada miyaa lagu qaban jiray meesha waxaa la yidhi maya kaasu yuu fuli nadarkaaga marka orad geelana buwaana ku gowraho fainahu laa wafaaa linadrin fii macsiyati illah nadar ilaahay lagu caasinayo lama fuliyo halkaa wuxuu ku tilmaamaya nabigu haddii hadda ma jiro ul islaam bay noqotay laakiin ninkan xilliguu nadarka gelayay jaahiliyadii buu ahaa haddii meeshan gaala ku ciidi jirtay waxaa muuqan lahayd ninkan buwaano wuxuu ku doortay tii baa ka guuxaysa oo dabada ka riixaysa oo goobta uu doortay goob gaalo ku ciidi jirtay bay ahayd haddaad goobtii gaalo ku ciidi jirtaadna ciiddaadii la doonatay iyo xafladaadii dee maxaad meelaha kale oo dhan uga soo leexatay oo meeshaad ka rabtaa haddii ay sanam ooli jirayna nadar macsi uu noqon lahaa hadday ciid gaalo ka jiri jirtay nadar macsi iyo dembi uu noqon lahaa markii labadaa midna laga waayay qofku waa isla qofkii nadarku waa isla nadarkii buwaano goobtu waa isla buwaanadii waxaa la qalayna waa isla geeli xaaraan bay noqon lahayd hadday ciid gaala ka jiri jirtay ama sanam gaala ooli jiray labadii midna marka laga waayay nabigu wuxuu ihi dhibaato ma leh orod xoolahaga buwaana ku qab halka waxaa la kala saarayaa maxay tahay sababta xaaraantinimayn karta inay tashabuh gaalo tahay baa xaaraantinimayn karta ama aada goobta ku shabahayso sanam baa u ooli jiray iyagaa ku ciiri jiray qaabkii haddaad u ekeysiisaan oo loo soo agaasimay xaflad baynu qabsanay shan iyo labaatankaynu ku aadinay beri soo isniin maaha soo shan iyo labaatanka maalintoodii christmasta maaha haddaan xaflad qabsanno oon shan iyo labaatankana ku aadinno geedkii nalka lahaana soo dhiganno isweydiin bay u baahan tahay iyadiinaan u ekeysiinayno waxaa lagabaa xafladaa lafteeda haddaad lix iyo labaatankoo talaadaa qabsato geedkana aada keenayn dhibaato yeelanin haddaad u agaasinta qaabka loo agaasimayo ee loo soo gudbinayo toodii aada u ekeysiisana xukunkeedii bay qaadan masaladaa tashabuh iyo ekeysiintu ama goobta lagu qabanayo
ama waqtiga la qabanayo ama qaabka loo qabanayihii uu xaaraantinimayn karaa. Waa dhici kartaa in la yidhaahdo tashabbuha dartii bay xaaraan u tahay goobtaa ka leexi. Sababta labaad ee xaaraantinimaysa waa in xaflada iyo sanad guurada cibaada looga jeedo ajir in laga helo la doonayo. Cibaadaadkii iyo xafladihii ciideed ee islaamka iyo sharcigu yaqiineyn aan ahayn, sida xaflada iyo dabaaldega mawlidka loo qabto. Xaflada mawlidka la qabtay dadku waxay xoolaha ugu bixinayaan, waqtigana ugu bixinayaan, dadku ma ajir bay doonayaan iyo khayr iyo thawaab bay ka rabaan, mise waa dad un iska caada ay u tahay oo xoogay hawa badalashi isaga tagay. Waxaa la qaadaya ajir baa laga rabaa, dadka isu imanaya ajir bay doonayaan. Xafladda intaa le-eg ee sanad guurada ee soo noqnoqonaysa ee ajir laga doonaya waa cibaada. Cibaadaadkana waxaynu soo marnay asalkoodu tawqiif weeye, man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa rad, xadiidkii caashe bukhaari muslim lafiiran saxiinku aa umaynaya, man axdatha fii amrina haada maa laysa min fahuwa rad, waa lagu celinayaa ilaahay ma aqbalaya, waa lagu tuuraya. Amarkani waa cibaadaadkii, wailaa waxaa kaloo dhan inay bannaan tahay nusuus badan iyo qawaacid badan oo sharci baa sheegtay. Haddaba xibi xafladan iyo sanad guuradan la qabanayo hadduu qasadka iyo hadafka ugu weyn iyo aasaaskii cibaado yahay, ajir lagu doonayaay waxay u baahan tahay diinta inay sal ku leedahay, in nabigu sameeyey, inay nusuusta sharci uu sheegtay. Haddayna samayn bidacay soo garaysaay oo kullu bidcatin dalaalatun baytayn, waxaa xaraantinimayn kara in waxaan la samaynayo markii munaasabada la isugu yimaado uu dembiga fuxshiya. Haddii la isugu imanayo xaflad sanad guuraa, xorriyad baa la xusayaa, waa caadiya dhaqan ee cibaado maaha. Laakiin meesha waxaa ka dhacaya ay dembi badan baa ka dhacaya, xumaan badan baa la samaynayaa. Xaflada sanad guuraa la qabanayaa oo dhalada khamriga inta la ruxo baa markay karkartaa la duleelinayaa ee lagu sii deynayaa dadka, fish baa laga siinayaa, isdhexyaac badan baa ka jira. Arrintii haddaaad looga hadlayay heesa iyo baa ka jira, waxa la qaadayaa wax xun ah ee lagu dhawaaqayo waxaasaa wax xun ah. Dee meeshii hadday xumaato ka jirto sanad guuraba kuma xidhneen dadku xuma inay isugu yimaadaan, ama qofku meel dembi lagu haya uu tagaa xaaraan. Dembi inaad samaysa waa xaaraan, inaad abaabusho waa xaaraan, inaad tagtana waa xaaraan meel dembi lagu hayo. Ama ha lagu magacaabo xaflad iyo sanad guuro, ama mid maalin munaasabad iyo qof loo qabanaya laga dhigo, xafladahaan samaysanahay waa farbadan yihiin. Inaha iyo sababo xaraantinimaya haddaanay jirin asalka isu imaatinka dadku iyo meel inay isugu yimaadaan, sanad guuro soo noqnoqotaba ha noqotee, asalkii baa xal yeelay bannaan tahay wey. Jaamacadaha qabanaya, dowladaha qabsanaya, hay-adaha qabsanaya, shakhsiyaad baa qabsanaya, waxoo dhan dhibaato ma laha. Waa laga yaabaa labada meelood ee goobood hal xaflad iyo munaasabad ay dadku qabsadaan inay deegaanada qaarkoodna xalaal noqoto, deegaanada qaarkoodna xaaraan noqoto, dhici karta. Waxa laga rumaysan yahay baa kala duwan. Qolana waxay ka rumaysan yihiin haddayna samaynin baraayeynay ku dhicin, qolana waxay ka rumaysan yihiin hadday sameeyaan iyo haddayna samaynin dhibaato inayna lahayn, oo caadiya dhaqan bay u tahay. waxaa ka mid a munaasabaadka haweenku ay qabsadaan qayba ka mida. Waxaan ka jiray haweenku markay toddobada joogaan xaflad yar bay qabsadaan, markay sagaalka galaan xafladay qabsadaan, qaar waxay qabsadaan xaflado haddii laga dhinto markii ciddadii ka dhammaatay asaydu ka degayso, qaar waxay qabsadaan markii shaarsaarka la leeyahay baa la qabsadaa. Soomaalida marka la yidhaahdo waxay ka rumaysan yihiin qaarkood waa kala duwan yihiin, qaarna hadday sameeyaan iyo haddii kale waxba badan kama rumaysna, qaarna hadday samayn waayaan in balaayo ku dhiciyo wax weyn ay ka tageen bay ka rumaysan yihiin. Mabda caqiidada dadka rumaysan hadday ka tagaan dhibaato ku dhici, dhinaca kale marka laga eego dhibaato dembi waxay ku dhacdaa qofku markuu waajib laahi dayado iyo wax khayr aha ka tago ee uu dambaabo dhibaato iyo ciqaab mutaa. Masaladu sibay isu bedelaysaa iyo baabul cibaadaad bay isu bedeli,
waxna dii laga tagay shaarsaarka in balaayo dhacayso xaggee laga keenay madan sameyn oo balaayo ku dhicin baa jirta haddaysa ay tahay munaasabadaasaa la isugu yimaadaayo cibaado loogama jeeda caadihii hiddii dhaqan way dee marka la isguursanayeyba reereer in la isu weydiisto oo reerer baa gabadhi doona reerer baa bixiya waa caadihii hiddii dhaqan way banaanta haddiise laakiin ay u gudubto isu bedesho haddiisaa la yeeli waayo guurka meel gaari maayo reerka balaaya ku dhicio ilmase si ay dhalayaan hadday isu bedesho xaaraan bay noqon waayo xadkii hiddiya dhaqan iyo caado way ka baxdayo xad caqiide isu bedesho oo saamaysa saa darteed marar badan waa xadiidka abuwaane ee geel lagu qarayo maxaa kalifaya maxaa laga rumaysan yahay baa saameyn ku yeelan marka leeyay saa darteed laba qof waa isku xigtay baa midna waxaa loo fatwanayaa waa xaaraan midna waxaa loo fatwaanayaa waa xalaal sidoo marka la weydiiyo maxay ka dhigan tahay wiraahda hadaan sameyn weyna balaaya aba dhiciyo reerku uu burburiyo guriga uu gubano markuu yaada xaaraan wuu yaalaa wax saxaba kama jira khuraafo wey midna waxay tahay waxba dhibaato ma laba iska dhaqan iyo la isu yimaado munaasabadda gabadhii deelay reer yeelatayo kelinnimadii ka baxday baa loo samaynaya laakiin waxba dhiba ma laha deegaan laga rumaysan yahayna dhib ma laha laydin dhihi waa fatwada marka la yidhaahdo zamaanka iyo waqtiga iyo dadka dhaqankooda saameyn ku yeelato caadaadka baa saameyn ku leh masalada intaas guud ahaan aan kaga baxo masalada ugu dambaysa aan rabo inaan idhaahdo ka qaybgalku waa laynoo sheegay hadayna xaaraan tahay culimada qaarkoodna ay soo guuriyeen xaaraantinimada la isku raacsan yahay waxaa sabab oo ka dhigan tahay dad diinu christmasku waa caqii waa ciid diineed wey ciid hiddiya dhaqan maaha waa ciid diin iyo caqiido iyo kristiyaan ku salaysan waay sanadka cusubna waa ciid diin ku salaysan waay istarkuna waa ciid diin ku salaysan waxaa laga hadlahayo ma ka qaybgeli karaa jamhuuri dheydi kiya maaha ama kawdiluulya ma ka qaybgeli karnaa maaha waxaa maanta laga hadlayo waxaa laga hadlayo waa ciido sanad guuraa oo diimeed waay diin aan tii saxda ahayn sanad guuri iyo ciid iyo xaflad u qabashadeeduna dembi waay waxaa la yidhahdaa sadaqaad badan caruur baa imanaysa waxaa laga yaabaa meel munaasabada adoo maraya oo kula soo kulmay nacnac baa la qaybinaya qaarkood baa xaafadaha nacnac wareejinaya qaar baa buskud wareejinaya qaar baa sharikaduhu lacag siinayaa ma qaadan karnaa su-aal lagu badan way waktigan ama intan ama in laga yaabo meel kale inaygala socotaan ereyga inu gaaro wixii aan sidiisa daatadiisa xaaraan ahayn waa la qaadan karaa khamri baa lagu keenay hilbe magacaa lagu soo gowracay baa lagu keenay dee lama qaadan karo kuwa xaaraan laakiin lacag lagu siiyey iyo dhar lagu siiyey dabcan aan calaamadii wadanin aan astaantii iyo alkudhigii kristanka wadanin cabitaan baa lagu siiyey nacdac baa lagu siiyey wixii qofku ku siiyo waad qaadan kartaa laakiin munaasabadda kama qaybgeli kartid anu waxma bixin karaa shaqaala noo shaqeeya christmas bay aadayaan shirkadahay ka shaqeeyaan xaafadahay ka shaqeeyaan dukaamaday ka shaqeeyaan waardiya qaarkood yihiin qaarkood nadaafad bay ka shaqeeyaan si ay noqotaba way nala shaqeeyaan gooladoodii iyo tuulooyinkoodii bay aadayaan ciidan iyo christmaskay ka soo qaybgalayaan waxma siin karnaa hadiyad iyo waxma siiyay dhahayaan waxma siin karnaa su-aashaan waxaan filayaa waa su-aal markan oo kala timaada marna way bannaan tahay marna ma bannaan dabcan dadku markay xilligan fasaxyada tuulooyinkooda aadayaan ama dadkoodi u tagayaan waxay uga faa'iidaysanayaan fasaxa shaqooyinka ay ka yihiin inay deegaankoodiiyo dadkoodiiyo soo arkaan waxa aad siinayso hadday tahay nooli dadkoodi halkanba kariyagu kaga qaybgeli karaa christmaska kaniisadda lagu dhowo waa tegi karaa de waa kaga qaybgeli karaa wixii noqonaya baab dadkiisibuu soo booqanayaa oo jidkaasuu ku sii marayaa u kaalmaysanayaa dhib ma laha laakiin wixii gelaya dabaaldega ama isagoo ku caddaysto waxaan xafladii u kaalmaysta ku yidhaa ee macsiyada isuguma kaalmayn karo waa idinku dheeraya hadalka waktiga oo dhammaan malaynayaa
ودعي كتاب برنامج جدا بيئة لنقوة شريفة لهذا جزاك الله خير وبارك الله فيكم حق الله إلى أسهم إذن كان لما أنت وابها سنتين ذكسوا قيب قيب وقت الأخرى يورا الله السوء أبو لي بركاته إلهي سبحانه وتعالى بزنك حسناتها سيئة وصار الشيخ وحن جعلان لها إن برنامجك برنامجك قدم بي عن قدم له إن عن علمات قادقة نوعة عن بدون شهادة شرف وحقيقة أدب أمضيه وكم أمضيه إن شاء شهادة كليئة وقت قد قادقة أنا مهم نوصه هوري مركب وحن إلى نورالك عبد الغني المقدسي إنه غلق الإماضه وفضيلة الشيخ محمود شيخ محمد شبلي وسيو شهادة ليسا ما شاء الله تم الشيخ أبو قادر بابا وحن رسيد وإن شاء الله أولاد كان محمد رشيد اللفت يا الشيخ بس هو أبدا يعني أدام برموي لي وححلو إنه هو أمرك علمادي أو آل وصي راني سا مجتمع كأمني مركة تاسنا وحيوبا أنت هاي دي فرق الله وكعب علمي أنا لبرتو علمي أنا لطلبو إنت أي نوليهين علمادا إن علمي أنا لبرتو مركة وحالا إن هاي سعيقين أطلو سعيسين إلهي لكو مقضيو ما أنا أمامت وقبا إبنانتهين إلهي هاي نوحدين